أكرم توفيق، وانت تعلم حالة أكرم توفيق صليبي ثم العودة بعد فترة بتألق كبير بالمشهد اللي احنا شايفينه. Sim. Posso confessar que os primeiros jogos que vi, houve duas ou três coisas que não gostei. في أول ثلاث مباريات شاهدتها للاعب يوجد شيء أو آخر لم أعجب بهم، ولكن كنت واثق أن اللاعب يملك الكفاءة. المنتخب اللاعب حضر في مباراة ضد بلجيكا وحضر أمام فرق صعبة جدا، وهي من اللاعبين التي تتطلب من الفرق التي تتطلب صعوبة على الجانب التكتيكي، فمواقف تكتيكية صعبة. أرى أن اللاعب يجب أن يحسن نقطة أو اثنين في نقطة أو اثنين، ولكن له قدرة قوية جدا. رمضان صبحي. لاعب يمتلك الكفاءة وكان حاضر في المنتخب من قبل ويمتلك الكفاءة، ولكن لسوء الحظ في الوقت الذي كان يمكن أن يشارك فيه مع المنتخب مر بالإصابة، وكذلك كان فريقه يشارك في البطولة الأفريقية. فنحن في اول معسكرين اديناهم كان في بعض اللاعبين التي لم تكن جاهزه، لان بعض اللاعبين الذين كانوا يشاركون في اوروبا او كانوا يشاركون في وكانوا يشاركون مع فرقهم، فكان فيوتشر وبيراميدز يشاركون في المنافسات الافريقيه، فكان فيوتشر وبيراميدز في المعسكر الاول يشاركون في المنافسات الافريقيه، ولسوء الحظ اللاعب تعرض للاصابه. ولكن ارى ان اللاعب يستطيع ان يعطي اكثر، ان يتطور اكثر، ولا بد ان يلعب اكثر ويكون الكفاءة أكثر، ولكن لاعب لديه المقدرة.